أخبار اليوم. من كل محافظات مصر تصل الرسائل من الشعب بكل أطيافه إلى الرئيس. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصراحة من أول ما مسك والبلد يعني بدأت تنهض شوية، خبال حضرتك عن الأول وعن أيام الجماعة الإخوان. والله أول إيميل ليه، أولا أنا أشجعه وأدعي له أن ربنا يحفظه ويوفقه لخدمة البلد وخدمة مصر. أنا عاوز أوجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي المفروض يعمل رقابات إدارية على جميع المصالح، منها مثلا يعمل رقابات على المدرسين وعلى المهندسين وعلى الموظفين. الوقت الراجل الأرزاق اللي بيتوكل على الله عشان يجيب لقمة عيش ما بيعرفش يجيبها، بالتالي بقى هو وعيلته اتشتتت في الشوارع من غير اكل كده، هو ايه ما فيش ولا دخل داخله ولا في اي حاجه داخله له، اللي هو الراجل الارزاق على الله. وطبعا بورسعيد كلها معظمها ارزاقيه على الله، ولا عارفين ياكلوا ولا في وظيفه ولا في سكن ولا في مصدر رزق ثابت ولا اي حاجه. احنا بنحبك قوي يا بورسعيديين، حقيقي بنحبك من قلبنا. انا عندي بنت مطلقه وقاعده معايا وجوزها طلقها عشان اخد منها الشقه، مش عارفه اخد شقه واسكنها فيها، ومعايا اولادي ابني بربهم معايا يوتما، فمش عارفه انيم العيال فين ونايمه هي واولادها فين. حمد انا مستعديه ماشي، وساكنه في عشه في الامين بقى لها 4 سنين. رحت للسيد المحافظ الاول سماحه قنديل وطلبت منه ان انا ابني الكومستوي بتاعه ضربني بالعربيه في البين، اه والله العظيم ما بكذب، وعلى سمع الامين كله. وانا اتبهدلت كتير وتحشت في المحافظه من الساعه 8 الصبح للساعه 12، وانا عندي جلطه في شرف المخ، وابني كنت حامل فيه وعنده سقم في القلب وتضخم. نفسي حد يجي لي في الامين جنب عمر 4 و5 في عشه بقى 4 سنين. نفسي في حاجه واحده، ولادي يشتغلوا، انا معلماهم الاثنين بس ما اشتغلوش، فنفسي منعاني لان انا شايين عليهم. عايزهم يشتغلوا بس. واحد وصل 30 سنة والتاني 28 سنة مش عارف يتجوز، بس ده اللي أنا عايزاه منه. ربنا يقويه وينصره على مين يعدي ويحميه ويحفظه وينجيه ويقوي جيشنا ويسلمنا ويسلمكم يا شبابنا ويا جيشنا ويا رئيسنا ويا دولتنا. بس أقول له اهتم بورسعيد شوية، الشباب في بورسعيد هنا تعبانين على الآخر، وكل بيت فيه دلوقتي 5 6 أسر، مشاكل الاسكان ومشاكل التعيينات وكده. والشباب يعني تعبان تعبان تعبان. لا يعني عشان اقول حاجه على بتاع ده، على هنا بورسعيد دي انا عاوزه تبدا من تحت، وكون الناس اللي هي كلها يعني كويس ان في تغييرات في الحياة الوقتي وبدات تغييرات في الحاجات دي، فدي كلها الحاجات دي كلها هتساعد ان ما عادش يبقى في الخلل اللي هو بيحصل، ان ما عادش تحصل فيه حاجه في البلد، ويبقى المواطن ذات نفسه بيقدر يوصل. طب انت كمواطن بورسعيدي عايز تقول ايه لرئيس الجمهوريه؟ اقول له ايه؟ اقول ربنا يحميه. اقول ايه؟ ابني ساكن في زنزان، ابني ساكن في زنزان، معاه عيلين ما بيشتغلش، فاتح حته جنبهم ما بتعملوش حاجه، نفسه في كشك، نفسه يشتغل ما معهوش حاجه. وابني التاني بيشتغل عندنا يعني سي متولي أبن، عنده برضه متجوز ومقدم على شقة لسه معهوش يدفع، ولاد الاتنين ما فيش شغل ولا حاجة، وأنا باخد معاش على قدي، لا أقدر أدفع إيجار ولا أعمل حاجة. من بورسعيد وعايزة أوصل للسيسي، عايزة أوصل له إن أنا عليا إيجار وعليا نور ومعاشي 285 جنيه مش مكفيه، وإيجار 43 وغاز ونور، النور كل شهر 120 130، وميه كله على 285 جنيه. نعيش بقى ازاي ونصرف ازاي وناكل ازاي؟